السلام عليكم خوتي المغاربة خواتاتي المغربيات، مرحبا بكم على قناة مامون بيبي. خوتي خواتاتي، كما تتشوفوا اليوم الصباح كتبت لي الحاجة فاتحة بونجور، راه عاود دارت لي الغاز. صباح الخير، راه عاود دارت لي الغاز من 3 الصباح وانا في الزنقة، عاد دابا دخلت مع 7:30 ديال الصباح باش نرتاح. هانتوما تتشوفوا اخوتي، لقد أعذر من أنذر، لقد أعذر من أنذر. البارحة أخوتي المغاربة وأخواتي المغربيات شهدتكم على أسماء زروال وقلت لها أنتم شاهدين اللي تفرجوا في الفيديو ديال البارح على أنه إلا ما حشماتش إلا ما هداتش غادي اليوم غادي نضرب لها فضيحة في اليوتيوب. أنا شغا نقول لكم، انا كنت متاكده بانها ما غاديش تسمع الكلام وبانها غادي تتمادى في الغاز لانها هي حاكمه الحكومه المحكومه، هذاك علاش ما تتخافش وما تيهمهاش المغاربه وما تيهمهاش ان المغاربه عارفينها شكون هي، وما تتخافش من السلطات لان هي اعلى من السلطات في المغرب، وما تتخافش من حتى شي واحد لان هي حكمة الحكومة المحكومة. وانتم يا الناس اللي خدامين في القصر، أسماء زروال لا تهمونها، ما عاد تحترمكمش ولو جرام، ما تتخاف منكم ما تتحترمكم، وتتقولها وقالتها وقالت شي هدرة أخرى ديال قلة الاحترام في حق الناس اللي خدامين في القصر. هكا قالت بان هي زاطمة عليكم، ودابا مني انا تنقول لها امام المغاربة كلهم وتنشهد عليها الناس القصر وتنشهد عليها المغاربة بان الا ما حصرتش الغاز غادي نفضحها وهي تتمادى، فهي تتوريكم انتوما بانكم انتوما بالنسبة لها لا شيء، وتتوري المغاربة بان المغاربة بالنسبة لها لا شيء، وتتوري العدالة في المغرب بأن هي تعلى عليها فوق العدالة في المغرب. بون فيزيبلومون انتوما ما قادينش عليها يا الناس اللي تتحكموا تما، ما قادرينش عليها غلبكم، لأنكم أنا عارفكم بأن فيكم الإنسانية وعندكم الاحترام والتقدير وتتقدروا الناس وتتقدروا المغاربة وتتقدروا الحاجة فتحة، وانتوما عارفكم انا وعارفكم الحجة فتحة بان ما غاديش تبغيو باش الحجة فتحة دير لها أسماء زروال الغاز عن طريق نفيسة المجرمة العايرة نفيسة اللي ساكنة فوق من الحجة فتحة. انتوما يا الناس ديال القصر، حنا عارفين بان انتوما ما غاديش توافقوا على هذا الاجرام هذا اللي تترتكبوا أسماء زروال، حنا عارفين بانكم انتوما تتحترموا المغاربة وتتحترموا الحجة فتحة وما غاديش تبغيو أسماء زروال دير هاد المصيبة في الحجة فتحة. ولكن مني أسماء زروال ما احترمتكمش، مني البارح هدرت معكم في اليوتيوب وتنقول لكم هدروا معاها قولوا لها تهدى وهي ما بغاتش تحشم، دونك هي ما تتحترمكمش وتتوري الناس والمغاربة والعالم كله بأنها ما تتحترمكمش، بما أنها في 3 الصباح تلقات هذيك المتعلمة ديال بن كيران اللي كانت متعلمة ديال بن كيران وقتلاته نفيسة، بما أنها تلقات الغاز في 3 الصباح هذا يعني أن أسماء زروال تتوريكم بأن هي لا تهمونها وما تتزعزعوش فيها شعرة، وتتوري المغاربة كلهم بأنها لا يهمها ولا تبالي. هادشي كله علاش؟ لأنها مريضة نفسانيا، لأن أسماء زروال سمات الملك وخلاته طارح الفراش، ودابا تنشوفوا غير المونتاجات مبقيناش تنشوفوا جلالة الملك. ألوغ الفيديو اللي مور هذا غادي نعطيكم أخوتي إخواتاتي المغاربة والمغربيات الإثباتات على أن هذاك مزيد من الإثباتات على أن هذاك الفيديو مزور. الله لا يرضى بالظلم، لا يرضى بالطغيان، هادشي بزاف، هادي سيتي ناغمس شيميك، هذا الإرهاب، هذا الإرهاب.
لتترتكب اسم زروال في حق الحاجه فاتحه والجيران ديالها وبلاس بيتري كلها، وتا واحد ما قدر عليها. هذا حجه على انها هي حاكمه الحكومه المحكومه. ان هذا الشيء بزاف خوتي خواتاتي. الفيديو اللي من مورا هادي غادي نحط لكم الدلائل، غادي نحط من موراها نيشان، غنحط لكم الدلائل والبراهين ديال على ان هذيك الفيديو مزور. وانتي يا اسماء زروال، وانتي يا اسماء زروال عندك يتسحب لك داك الطقوس اللي تديري بهذوك الوليدات المغرب اللي تتخطفي، وهذاك الشيطان اللي تيتحشى فيك ملي تتلبسي الاحمر والكحل عندك يتسحب لك، راه هذاك هو اللي غينفعك. لو كان يداوي الخوخ يداوي غير راسو، لو كان هذا كينفعك لو كان نفعك في قضية السحرة. ولكن فيزيبلومون هذاك ماشي ينفعكش وما غينفعكش وما عمرو ما نفعك. هذاك الشيء اللي عندك انت، الفلوس اللي تدخلي والمنصب اللي انت فيه، هذاك الشيء مكتب عند الله، ماشي الشيطان اللي عطاه لك، الله اللي عطاه لك، واللي عطاه لك هو اللي غيزولو لك، ألا وهو الله سبحانه وتعالى. الله